موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، لهؤلاء المشركين بربهم من قومك العادلين به الأوثان والأنداد الذين يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة الأوثان، إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه، فلن أتبعكم على ما تدعونني إليه من ذلك، ولا أوافقكم عليه، ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه، وإن فعلت ذلك فقد تركت محجة الحق وسلكت على غير الهدى. فصرت ضالا مثلكم على غير استقامة. وللعربي في ضللت لغتان: ضللت وضللت. اللغة الفصيحة المشهورة هي فتحها ضللت، وبها قرأ عامة قراء الأمصار، وبها نقرأ لشهرتها في العرب. وأما الكسر ضللت فليس بالغالب في كلامها، والقراء بها قليلون. فمن قال ضللت فقال أضل، ومن قال ضللت قال أضل، وكذلك القراءة. قال في المستقبل أضل، وكذلك القراءة عندنا في سائر القرآن، وقالوا أإذا ضللنا بفتح اللام. عبادة غير الله عز وجل إنما هي اتباع للهوى، ليس ذلك مبنيا على معرفة الإنسان أن هذا هو الحق، فهذا مستحيل. إن كل ما يعبده الناس من دون الله وما يفعلونه من الشرك أو ما ينكرونه من عبادة الله وحده لا شريك له، كالملحدين الذين يعني لا يعني يعبدون شيئا فيما يظنون، كل هذا اتباع للهوى، عبادة للهوى، نعوذ بالله من ذلك. لأن الحجة على ما يفعلونه منعدمة، ولكن أهواء متابعة الآباء والأجداد، وأهواء الرياسة والجاه والشهرة، وأهواء جذب أنصار الناس وكلامهم، هذه الأهواء هي التي أدت بالناس إلى الشرك، نعوذ بالله من ذلك. وقوله
قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا فعلت ذلك. قد ضللت إذن أي إذا فعلت ذلك، وما أنا من المهتدين أي إن اتبعتكم. فمن اتبع أهواء الكافرين وتابعهم على ما يريدونه ويقررونه فهو ضال ليس بمهتد، نفى الله عنه الاهتداء وأثبت له الضلال، نعوذ بالله من ذلك. قال قوله قل إني نهيت أن قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الداعين لك إلى الإشراك بربك إني على بينة من ربي أي إني على بيان قد تبينته وبرهان قد وضح لي من ربي يقول من توحيده وما أنا عليه من إخلاص عبوديته من غير إشراك شيء به. وكذلك تقول العرب فلان على بينة من هذا الأمر إذا كان على بيان منه. ومن ذلك قول الشاعر أبينة تبغون بعد اعترافه، وقول سويد سويد قد كفيتكم بشرى، يعني بعد الاعتراف ما فيش بينة، الاعتراف أقوى. وكذبتم به يقول وكذبتم أنتم بربكم، والهاء في قوله في قلبه من ذكر الرب جل وعز. ما عندي ما تستعجلون به يقول ما الذي تستعجلون من نقم الله وعذابه بيدي ولا أنا على ذلك بقادر. وعلى فكرة يحتمل وكذبتم به كذبتم بالقرآن الذي يتضمن البينة. قل إني على بينة من ربي الذي هو البرهان من الله الذي هو يعني ثابت في الوحي المنزل، وكذبتم به بالقرآن بدلا من أن يقال وكذبتم به بالله. هذا الذي ذكره ابن كثير. قال وكذبتم به أي بالحق الذي جاءني من الله، هذا أقرب والله أعلم، السياق يدل عليه. يقول ابن جرير ما الذي تستعجلون من نقم الله وعذابه بيدي ولا أنا على ذلك بقادر. وذلك أنهم قالوا حين بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتوحيده فدعاهم إلى الله وأخبرهم أنه رسوله إليهم قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقالوا للقرآن بل هو أضغاث أحلام، نعوذ بالله. وقال بعضهم بل هو اختلاق اختلقه، وقال آخرون بل محمد شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أجبهم بأن الآيات بيد الله لا بيدك، وإنما أنت رسول الله. المطبوعة مكتوبة وإنها، هي وإنما أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت رسول وليس عليك إلا البلاغ لما أرسلت به،
وإن الله يقضي بالحق، يقضي الحق فيهم وفيك، ويفصل به بينك وبينهم، فيتبين المحق منكم والمبطل، وهو خير الفاصلين، أي وهو خير من بين وميز بين المحق والمبطل، وهو وأعدلهم، خير من بين وأعدل من بين، لأنه لا يقع في حكمه وقضائه حيف إلى أحد لوسيلة له إليه، ولا لقرابة ولا مناسبة، ولا في قضائه جور، لأنه لا يأخذ الرشوة في الأحكام فيجور، فهو أعدل الحكام وخير الفاصلين. وقد ذكر لنا في قراءة عبد الله وهو أسرع الفاصلين. عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله: يقضي الحق وهو أسرع الفاصلين. هي قص ويقضي، الاثنين شكلهم في الرسم يعني واحد، ولكن لا بد من ثبوت القراءة. قال: واختلفت القراء في قراءة يقضي الحق، قرأه عامة قراء الحجاز والمدينة وبعض قراء أهل الكوفة والبصرة: إن الحكم إلا لله، يقص الحق بالصاد بمعنى القصص، وتأولوا في ذلك قوله، قول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وذكر ذلك عن ابن عباس، عن ابن عباس قال: يقص الحق، وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفة والبصرة: إن الحكم إلا لله، يقضي الحق بالضاد من القضاء بمعنى الحكم، والفصل بالقضاء، واعتبروا صحة ذلك بقوله: وهو خير الفاصلين، وأن الفصل بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص. هذا ليس ترجيحا قويا والله أعلم، وذلك أن الله قد قص الحق، قد قاله وبين كيف فعل في الأمم السابقة، وكذلك يفصل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين من خلفه. قال: وهذه القراءة عندنا ليقضي الحق أولى القراءتين بالصواب لما ذكرنا لأهلها من العلة، اللي هي أن الفصل يكون بالقضاء وليس بالقصص، وذكرنا الجواب. الصواب أن يقال في هذا أنهما قراءتان ثابتتان متوافقة أو قريبة في المعنى، قريبتان في المعنى، وإن اختلف وجه توضيح المعنى من خلال اللفظ قرأ بهما قراء فكلاهما صواب. قال: فمعنى الكلام إذن: ما الحكم فيما تستعجلون به أيها المشركون من عذاب الله؟ وفيما بيني وبينكم إلا لله الذي لا يجور في حكمه، وبيده الخلق والأمر، يقضي الحق بيني وبينكم، وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه. ذلك أن الكفار يستعجلون نزول العذاب، أو يستعجلون أنواعا من الآيات والمعجزات، مثل أن يجعل الصفا ذهبا، وأن يكون له بيت من زخرف أي من ذهب، أو يرقى في السماء، ولو حدث ذلك لكان فيه عذابهم إذا لم يؤمنوا. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن ينزل العذاب ولا أن يأتي بالآيات.
وإلا لو كان ذلك لفي لحظات من غيظه وغضبه منهم لأنزل بهم العذاب، ولم يجعل الله له ذلك على الدوام، وإنما جعله له مرة في لحظات علم الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يصبر فيها، كرحلته بعد الطائف عندما انطلق مهموما لم يستفق إلا بقرن الثعالب، فأرسل الله له جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم، فلعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلو كان له على الدوام ذلك لجاءت عليه لحظات يقضي عليهم بالهلاك، فسبحان الله والحمد لله. قل: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. يقول تعالى: ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين به، العادلين بربهم الآلهة والأوثان، المكذبيك فيما جئتهم به، السائليك أن تأتيهم بآية استعجالا منهم بالعذاب، لو أن بيدي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، ففصل ذلك أسرع الفصل بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك وتستعجلونه، ولكن ذلك بيد الله الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين الذين يضعون عبادتهم التي لا تنبغي أن تكون إلا لله في غير موضعها، فيعبدون من دونه الآلهة والأصنام، وهو أعلم بوقت الانتقام منهم وحال القضاء بيني وبينهم. وقد قيل معنى قوله: لقضي الأمر بيني وبينكم، قال: الذبح للموت. عن ابن جريج قال: بلغني في قوله لقضي الأمر، قال: ذبح الموت. وأحسب أن قائل هذا النوع نازع لقوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ذبح الموت الذي يكون بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش، في كبش في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار. قال: فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تدل على معنى ما قاله هذا القائل في قضاء الأمر، وليس قوله لقضي الأمر بيني وبينكم من ذلك في شيء، لأن ده يكون بعد انتهاء الحياة ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال: وإنما هذا أمر من الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن استعجله فصل القضاء بينه وبينهم، من قوله بآية يأتيهم بها: لو أن العذاب والآيات بيدي وعندي لعاجلتكم بالذي تسألوني من ذلك، ولكنه بيد من هو أعظم ومن هو أعلم بما يصلح خلقه مني ومن جميع خلقه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.